كان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في مقدمة مستقبلي أخيه فخامة الرئيس المشير عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة لدى وصوله إلى البلاد هذا اليوم في زيارة رسمية لمملكة البحرين. وبعد استراحة قصيرة بقاعة التشريفات الكبرى بقاعة الصخير الجوية، توجه موكب جلالة الملك المفدى وضيف البلاد الكريم إلى قصر الصخير، حيث جرت لفخامة الرئيس السوداني مراسم استقبال رسمية. بعد ذلك تفقد جلالة الملك المفدى وفخامة الرئيس عمر البشير حرس الشرف الذي اصطف لتحيتهما، ثم صافح فخامة الرئيس السوداني كبار المسؤولين من الجانب البحريني، كما صافح جلالة الملك المفدى أعضاء الوفد الرسمي المرافق لفخامته. ثم عقد حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وفخامة الرئيس السوداني مباحثات ثنائية تم خلالها استعراض العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وآخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والعربية.